الجلسة الثانية من تدريبات اللفظ. رح نشتغل اليوم على الحرفين أ و أ. أذكر به طريقة اللفظ تبع أ، إن أ دائما الفم يفتح بشكل طولاني، الصوت عريض واللسان منكمش إلى الداخل. أ أ. الحرف الثاني الحرف أ، الشفاه مفتوحة بشكل بالعرض، الأسنان ظاهرة والصوت في الداخل، الهواء تجاه الصدر. أ أ. هلأ قبل ما نبدأ بالتدريب رح نعمل إحماء ما قبل التدريب. رح نلفظ الآ ندمجه مع مجموعة الأحرف الساكنة الموجودة عندنا. كرر معي اللفظ تماما لأجل تبدأ عضلات الفكين بالتدرب على لفظ الحرف مهما كانت الكلمة طويلة. نبدأ سوا. با جا تشا دا فا غا ها جا كا لا ما نا پا را سا شا تا وا يا زا. هلأ رح نشتغل على نفس التدريب هذا مع الآ، ولكن ندمج كل أربع أحرف مع بعض. يعني با جا تشا دا فا غا ها جا كا لا ما نا پا را سا شا تا وا يا زا. نشتغل حاليا على نفس الترتيب لكن مع الحرف أ. أيضا بدنا نركز على شكل التحكم بالفم، ولو رح نشعر بتعب بالفكين ولكن هذا تدريب كتير مهم. نشتغل سوا. ب ج تش د ف غ ه ج ك ل م ن ك ر س ش ت و ي ز. هلا رح نشتغل ايضا نفس الترتيب ولكن كل اربع احرف مع بعض. ب ج تش د ف غ ه ج ك ل م ن ت ر س ش ت و ي ز. هلا بعد هذا الاحماء حاليا رح ننتقل الى المرحله الثانيه من الدرس. رح أترككم مع الشاشة بالكامل تشتغلوا على الكلمات. رح ألفظ الكلمة، رح نشوف الترجمة بالعربي زائد صورة للكلمة، رح نقارن اللفظ بين الآ والأ بكلمات متشابهة أو انتقالات بين الآ والأ أو العكس بين أ وآ. كرر معي اللفظ. رح نلفظ الكلمات المرة الأولى مع الترجمة والصورة. بالقسم الثاني رح نعمل اختبار لمدى حفظك للكلمات. رح تشوف الصورة أولاً، بعدين راح تطلع لك الكلمة. لما تشوف الصورة أنت حاول أنك تلفظ الكلمة شو هي. في المرة الأولى من مشاهدتك للدرس لا تستخدم الكتابة. بعد ما تبدأ بحضور الدرس مرة أو مرتين، في المرة الثالثة تنطلق على حالة الكتابة. يلا نشتغل على القسم الثاني. كاز كاز kaz kız 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 kazak 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 kazak
كزك 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 باجك 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 بچك 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 آدم 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 بایرق 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 بیک 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 جام باز جام باز جام باز جام باز جم بز جم بز جم بز جم بز چادر 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 چنار 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 هستا 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 هرسز 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 كان 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 كل 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 من تار من تار من تار من تار مصر 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 شبكه 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 طبق 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 ترنك 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 يبرك 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 يلان 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 زمبا 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 باتلجان 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 باتلجان
patlıcan, pırlanta, 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 sarımsak, 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 sırtlan, 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 şırınga, 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 kalabalık, 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 kılıbık, 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 kılıbık. شبابنا بناتنا رح ننتقل إلى المرحلة الثالثة من التدريب. رح تظهر عنكم الصورة، رح أعطيكم ثانيتين قبل ما أنا ألفظ بلفظ الكلمة. أول ما تشوفوا الصورة ألفظوا الكلمة، بدنا نختبر حالنا نشوف شو قدرنا نحفظ من الكلمات ونقارن اللفظ الصحيح. يلا نبدأ. أضم، أضم، bıyık, bıyık, şapka, şapka, kıl, kıl, yılan, yılan, patlıcan, patlıcan, zımba, zımba, kılıbık, kılıbık, cımbız, cımbız, bıçak, bıçak, kazak, kazak, kaz, kaz, mantar, mantar, tırnak, tırnak, bayrak, bayrak, sarımsak, sarımsak, sırtlan, sırtlan, şırınga, şırınga, yaprak, yaprak, kızak, kızak, hasta, hasta, kız, kız, adam, أدم. بهذا الشكل منكون انتهينا من تدريبنا الأول على الأحرف الصوتية. ننتقل إلى التدريبات القادمة. نشوفكم بخير.